في ظل حملات تشكيك كبيره جدا وحملات تحريض كبيره جدا وظروف صعبه يصعد النادي الاهلي. هو الحمد لله صعد في مباراه صعبه جدا. صعبه مش في اداء اللاعبين وكده، لكن في الظروف اللي مرت بها المباراه وخصوصا في الشوط الثاني وبعد تسجيل هدف النادي الاهلي وتسيده المباراه تقريبا في الشوط الثاني، كانت النقطه الفارقه الفاصله اللي هو دخول الجمهور والطوب اللي حصل والزجاجات الفارغه دي بتخرج اللعيبه عن تركيزها. نعم. فحتتساوى الغس والسمين، يعني الوحش والكويس مش هيبقى فيه هناك فرق، لان اللعيبه برضه لعيبه النادي الاهلي لا زال جزء منهم لا يعني ايه ما عندهمش الخبره الافريقيه اللي في الظروف اللي بتمر بيها دي. دي تجربه لهم دلوقتي مرت، وما انا اشك ان في بعض اللعيبه اول مره تشوف حاجات زي كده، وخصوصا ان هناك في السودان والمباراه توقف اكثر من مره. كل ده بيبعدك يا كابتن اسامه عن التفكير، ما بيخليكش ان انت واجباتك الخططيه انت عايشها انت شايفها، دورك ان انت هتعمل ايه، ما انتش عارف ايه اللي بيحصل في الملعب، بتخرج عن او بتشرد او بتخرج على النمط الكروي اللي انت اصلا متحضر له نفسيا بدنيا مهاريا خططيا. كل ده هيفك منك وبيفك منك للحظات، وانس ان هو فك منك خلاص انت بقيت زي اللي قدامك، انت كنت احسن لكن الظروف هي اللي نقول الحمد لله. والهدف جه برضو في توقيت من التوقيتات اللي هي ان الكره لا زالت، انا قلت بعد مش لا موضوع تغييرات ولا موضوع لاعبين ولا موضوع حكم ولا موضوع، هو الموضوع اللي حصل في المباراه والتوقف لمده 10 دقائق واللعيبه ما هيش عارفه هو الوقت فاضل فيه قد ايه، لان هو الحكم استمر بالمباراه بالوقت اللي بقى لها ثم حسب 3 دقائق، يعني ما نقدرش نقول ان هو حسب 13 دقيقه او 10 دقائق، لا هو وقف ساعته على وقت المباراه ثم استمر بيها واللعيبه ما هيش عارفه في الملعب الوقت فين والدنيا فين، بعد كده حسب الثلاث دقائق جه في التوقيت ده حصل الهدف اللي سجلوه في مش هقول في غفله، في ظروف هذه المباراه ممكن تحصل كل حاجه. كابتن عادل، اعتقد ان الخطا او الخطا الدفاعي الوحيد